مهتمش بزاف حتى للتيك توك. السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في فيديو جديد بين قوسين مع لافاصل. الموضوع ديالنا اليوم هو تيك توك، تجربتي مع التيك توك، كيفاش انا كنشوف تيك توك وموقف ديال المتشبعين ديالي في تيك توك. الاول كانت حلاوته بصح، كانوا ناس كيديروا دي كونسيبت لي زوينين، ولكن من بعد كثر فيه العراق، كثروا فيه الدريات، الشطيح، دريس كيتواركوا فيه، دريس كيتواركوا فيه، الدراري صحاب اللي مربين الشعر كيبقاو يتحيروا. انا ما نكذبش عليكم، انا فريمون كنت كندير شي حوايج اللي ندمت عليهم. انا كنت كندير فيديوهات في تيك توك وندمت عليهم، باش نعترف هو الدراري نتوما لا فامي ديالي، راه ماشي غنافقكم ولا شي حاجه. انا ندمت مش في ديك الفيديوهات اللي كنت كندير، ما حملتش راسي والحمد لله عقت بالعقت في هادشي كامل، وهاد الشهرة كاملة في تيك توك، وهاد البلبلة كاملة في تيك توك. بالنسبة لي أنا ما عطاتني والو، بالعكس جابت لي غير المشاكل وبلادهم غرام، وشي وحدين سخطوا عليا، شي وحدين ما عجبهمش الحال. وأنا شخصيا ما عجبنيش الحال، دريت كيتواركوا فيه وحاولت نراجع راسي. واش نقول لكم، هذه رساله للشباب اللي كيديروا تيك توك، سوا دراري سوا دريات، دراري ترجلوا معانا. كنتي غادي تشطاح، غادي تحير بشعرك، داكشي ديال السلو موشن راه ماشي ديالنا حنا واحد الشعب اللي مغربي، واللي شعبيتنا وتقاليدنا ما يسمحوش لينا اننا نديروا هذوك الفعايل. خلي داكشي لهنا. المهم خوشي